قاصد ان يحصل حوار وان الناس تتكلم ويحصل راي عام ويحصل الكلام كله، بس في الاول وفي الاخر طبعا انا كنت عايز اطلع الحقيقه. يعني اكتر حاجه كانت بتعصبني ان دايما المطرب بيطلع يقول الحصان وهنعيش في تبات ونبات وكذا، بس العلاقات بيحصل فيها غير كده، وانا شخصيا كنت بعمل كده وغيري كان بيعمل كده، لما بترفض بيعمل حاجه غريبه. بس عشان اثبت ده في 50% انا صح وفي 50% الناس التانيه صح، ونظرا للظروف اللي احنا فيها انا مسامح في 50% بتاعتي. يعني مش عايز خالص ان انا اتحط في موقف ان انا اراهن فجازف ب 50% ممكن تاذي حد. من قلت لي راينا على ابو شكلك بكره يقابلك حد يقول لك لا اتلقت طعمتك تيجي في كرامتك تبقى ويجي لك سلمونيلا وتصحي في شله وتجري ورا ما تلحقني. سامح في الجزء ده ومتبرع بيه علشان اثبت للمراه ان هي لما تعوز تغير حاجه بتغيرها. لو المراه او جزء كبير من الستات شايف ان البتاعه دي مضره، بالنسبه لي هي بتاعه مش حاجه اعرف اعمل غيرها واحلى وفي مواضيع تانية ومش في اغاني كمان في حاجات تانية ما عنديش مشكله خالص.